يبقى دائما السؤال لماذا؟ لماذا قتلوا الأب بولس؟ لماذا قتلوا الأب رغيد ورفاقه؟ لماذا قتلوا فلان؟ لماذا فجروا الكنيسة الفلانية؟ لماذا فجروا الجامع الفلاني؟ لماذا قتلوا الرجل الدين الفلاني؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ إذا نظل نفتش عن السبب يمكن ما راح نقدر نجد الجواب على هذا، على هذه لماذا. الشيء الذي نحن نعرفه المسيحيين، نحن ما أعداء لأحد، يعني نحن ما نريد يكون أعداء لأحد حتى يجون يضربون عدوهم، فنحن ما أعداء لأحد. لكن إذا كان أكو أعداء لنا فنحن لسنا أعداءهم، وإذا هم يريدون يكونون أعداءنا، نحن إنجيلنا يوصينا ربنا يسوع المسيح له المجد مثل ما سمعنا أحبوا أعداءكم. فإذا نحن الذين يحبونا نحبهم، والذين يصادقونا نصادقهم، والذين يبغضونا نصلي من أجلهم، والذين يجتهدونا نطلب لهم من الرب الرحمة، والذين يعادونا نحن ما نعادين، والذين يضربونا نحن أيضا ما نضربهم. فنحن ليس لا نريد أن نكون أعداء لأحد، وإذا يوجد أحد عدو إلنا هو يريد يكون عدو إلنا، يسوعنا يوصينا يقول حبهم وصلوا من أجله. فأنا دعيتكم اليوم حتى نصلي من أجل الذين يعتبرون أعداءهم وجو فجروا كنائسنا، أدعوكم اليوم أن نصلي من أجلهم حتى الله يعطي الرحمة في قلبهم، يشفقون على هذا الشعب العراقي المتألم والجريح. كفى كفى من هذه الشرور في هذا البلد، لأن نحن بقى نريد أن نرى الحب، نريد أن نرى السلام، نريد أن نرى الأخوة، نريد أن نرى التضامن في هذا البلد، نريد أن نبني هذا البلد. فإذا نحن اليوم أيها الإخوة المباركون دعيتكم حتى نصلي، أولا حتى نقول بأن هذا بلدنا، ثانيا حتى نقول بأن نحن باقين هون، أجدادنا بقيوا رغم كل الاضطهادات، نحن أيضا باقي ورح نبقى وما نطلع من هون لأن هذا بلدنا، وكل الدم الذي سفكونا آبانا وأجدادنا في سبيل الإيمان بالمسيح وبقوا على هذا، على هذه الأرض، هذه التربة نبتت ونحن أبناء أولاء الأبناء الآباء والأجداد، ونحن مثل الباقين وصامدين في إيماننا. وبالنسبة لإخوة الآخرين الموجودين في هذا البلد، نحن نعيش معهم بالمحبة والسلام. نحن جينا كنا في هذا البلد قبل 600 سنة، هي مجوا بعد 600 سنة، ومجوا نحن حبيناهم وعشنا معهم وعشنا معهم بالتضامن، ونريد أن نبقى معهم متضامنين ونبني هذا البلد. فأرجوكم أرجوكم مثل يسوع المسيح الذي ما حمل حقد في قلبه تجاه الذي صلبوه وقال على الصليب اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون، نحن اليوم كلنا بقلب واحد نقول يا رب اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون.